السلام عليكم العائله، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ نتمنىكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير، وكنقول لكم كنبغيكم بجميع اللهجات وجميع اللغات، كنبغيكم وكنموت عليكم كاملين كامل بدون استثناء. وكنبغي نشكركم كاملين، وكنبغي نشكر الناس الجداد اللي التحقوا بالقناه، وكنقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا. نتمنى دائما نكون عند حسن الظن ديالكم، واللي مازال ما اشتركش يشترك معنا في القناه ويضغط على زر الاشتراك باش يتوصل دائما بجديد ديال الوصفات وجديد الفيديوهات ديالنا. فنتمنى دائما نكون بخير وعلى خير. اليوم البنات جبت لكم واحد الوصفه خطيره، ووصفه زوينه سهله متوفره في البيت ديالكم، يعني وصفه اللي غادي تشكروني عليها ان شاء الله الرحمن الرحيم، لانها وصفه فعاله. وبالنسبه للناس اللي عندهم تشققات في رجليهم او عندهم البقع في رجليهم او الصفيرار، او يعني كاع الناس اللي كيعانيو من هاد التشققات والرجلين ديالهم كيكونوا فيهم بقع ولا ليطراس ديال الصنداله او شي حاجه، فاليوم جبت لكم واحد الوصفه اللي غادي تحيد لكم هاد التشققات وغادي تعطيكم الرجلين ديالكم واحد البياض. المكونات ديالها سهله متوفره عندكم، يعني مكونات بسيطه بسيطه بسيطه، فما غاديش تعكزوا ان شاء الله الرحمن الرحيم، كلكم غادي تنوضوا تجربوا هذه الوصفه لانها وصفه زوينه زوينه بزاف. بالنسبه للمكونات ديال هذه الوصفه فهما ثلاثه المكونات فقط يعني متوفرين عندكم في البيت ديالكم. بالنسبه للمكون الاول فهو الخل، يعني غادي ناخذ واحد نص كاس ديال الخل. بالنسبه للناس اللي عندهم حساسيه ديال الخل او هذا، يقدروا يستعملوا العصير ديال الليمون، يعني الليمون الحامض، او يستعملوا الليمون العادي بالنسبه للناس اللي ما كيوافقهمش الحامض. وغادي تستعملوا الخميره، يعني الخميره الفوريه ديال الخبز، كلكم كتعرفوا الخميره ديال الفوريه ديال الخبز، فهي عندها واحد المنافع كثيره في بحال هذا الشكل ديال الوصفات. وغادي نحتاجوا البيكربونات الصودا، البيكربونات الصودا فهي هذه، هذه البواطه هذه كدير 6 دراهم تقريبا، في كتباع في الفارماسيين وعند المحلات ديال مالين عفوا العطاره يعني، او اللي ما متوفرش عنده هذا البيكربونات الصودا يقدر يستعمل الخميره الباكي بوندر، يعني الخميره الكيماويه، يعني يستعمل جوج ديال الساشيات ديال الخميره الكيماويه. فغادي ندوزو مباشره باش غادي نوجدوا الوصفه ديالنا. فغادي ناخذ واحد السلافه اللي غادي ندير فيها، وغادي ندير داك نص كاس ديال الخل. البنات هذا الخل قلت لكم كما قلت لكم ممكن لكم تعوضوه بالعصير ديال الحامض، وغادي ندير فيه واحد المعلقه ديال الخميره عفوا ديال الخميره ديال الخبز، وغادي ندير هاد البيكربونات الصودا واحد المعلقه كبيره حتى هي، وغنخليهم يتفاعلوا واحد المده كما كتشوفوا، يعني شوفوا كما كتشوفوا يعني راه كيتفاعلوا، نتمنى كيكون يبان لكم مزيان. فكما كتشوفوا يعني كتكون واحد الفقاعات هكا، فكيتفاعلوا هاد المكونات هكا. كنخليهم تقريبا عفوا غادي نقرب لكم باش تشوفوا، كما كتشوفوا فغادي نخليهم تقريبا واحد المده ديال 10 دقائق حتى كيتفاعلوا لي هاد المكونات كلهم مع بعضياتهم، وعاد غادي ندوز نوريكم الطريقه كيفاش غادي تستعملوها. غادي نحرك مزيان، غادي ديروا الكميه اللي غادي تكفيكم من رجليكم بجوج، كما كتشوفوا غنخليهم انا واحد المده كما قلت لكم ديال 10 دقائق، وغادي نرجع معكم باش نشوفوا كيفاش الطريقه كيفاش غادي نستعملوهم. غنخليهم تقريبا واحد المده ديال 10 دقائق وغادي نرجع معكم. فهذا هو الخليط البنات، من بعد ما خليت واحد المده ديال 10 دقائق كما كتشوفوا، يعني ها هو يعني تجانس مع بعضياته. صافي غادي ندوز دابا باش غادي ندهن الرجلين ديالي. ضروري البنات رجليكم تكونوا ديجا غسلتهم بالماء سخون، يعني تكونوا فزكتهم في الماء سخون هكا باش هاد الوصفه تعطي النتيجه ديالها. فغادي ندوز دابا باش غادي نوريكم كيفاش غادي ندهنوا رجليكم ان شاء الله الرحمن الرحيم. غادي ندوز دابا، غادي ندير واحد الملكه من تحت هكا، وغادي ندوز كناخد هكا هاد الخليط، وكنفسك رجلي هكا
يمكن لكم البنات هذه الخلطه ديروها حتى ليديكم صافي. فكما كتشوفوا انا غادي ندير واحد الوحده وغادي نوريكم الفرق، يعني انا غادي ندهن غير هذه باش غادي نوريكم الفرق ان شاء الله الرحمن الرحيم. فكما كتشوفوا يعني راها كتحيد هذه هاد الوصفه هذه راها زوينه بزاف حشاكم رجلي راه مسخي. صافي غندهنهم وغنخليهم واحد المده تقريبا ديال واحد نصف ساعه، يعني دهني رجليك وتخليهم واحد المده ديال نص ساعه. الا بغيتي تلبسي 13 غيكون احسن. صافي ونخليهم حتى من بعد وغادي نوريكم النتيجه ان شاء الله الرحمن الرحيم. كما كتشوفوا البنات يعني هذه هي النتيجه ديال الرجلين. كما كتشوفوا هذه غسلتها وهذه مازال، فكتشوفوا حشاكم يعني كتعطي واحد البياض الرجلين زوين زوين بزاف. فكما كتشوفوا يعني الفرق ديال الرجلين، وحده كتبان بيضه وحده لا. فنتمنى من الله الفيديو ديال اليوم يكون نال اعجابكم البنات، غير جربوها. بالنسبه ليا انا فدرت هذيك الخلطه وخشيت رجلي في الميكا. بالنسبه للناس اللي عندهم حساسيه من الميكا فقط يديروها يحطوا رجليهم فوق شي ميكا وخليهم، ولكن من الاحسن تخويو داك الخليط ديالكم معاكم في الميكا. وسديت هكا بالبيكا رويتها على رجليا وخليتها واحد المده ديال نص ساعه. فكل ما كتخليو اكثر يعني كل ما كتكون النتيجه مزيانه وكتكون نتيجه رائعه. فقط هكا ديروا هكا كتحكوا بديك الحكاكه الحرشه فكيتحيد لكم كاع داك الوسخ وديك القشره وداك هذا كما كتشوفوا. يعني بالنسبه للناس اللي كيكون عندهم طراز ديال الصنداله فهاد الوصفه صراحه البنات راها زوينه 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 بزاف. فكنتمنى منكم صراحه تجربوها وتردوا عليا الخبر. وسهله المكونات ديالها كتكون يعني عندنا، ما غاديش تخرجوا ديروا شي حاجه، فقط جربوا جربوا البنات اقسم بالله العلي العظيم الا وصفه زوينه زوينه بزاف. فغادي تشوفوها ملي غادي تحيدوا، من الاحسن ديروا الميكا، يعني لبسوا الميكا في رجليكم ولا لويو عليهم الميكا وخليهم خويهم عليهم داك الخليط. تكون الميكا هكا كتسد وسدوا وخليهم، فغادي ينزل كاع حشاكم دوك الاوساخ ودوك الشيء اللي كيكون في الرجلين فكله غادي يتحيد. هذه الوصفه هذه يمكن لكم ديروها جوج المرات في الاسبوع، داوموها البنات وديروها واحد جوج الاسابيع ولا ثلاثه وغادي تشوفوا الرجيلات ديالكم غيوليو كيشعلوا صراحه. تقال ما ديرش على رجلي انا لان رجلي انا راه ماشي زوينين، فاللي عندها رجيلات تبارك الله وصل عندي رجيلات زوينين فغادي تجيها واحد النتيجه اللي غزاله بزاف. نتمنى من الله البنات نتمنى تجربوا هذه الوصفه. فهاد الوصفه راها فعاله بالنسبه ليا انا، فكان عندي التشققات هنا واحد شويه، ماشي تشققات شويه الحروشيه هنا. فكما كتشوفوا يعني الوصفه راها يعني زعما الواحد اللي دارها اول مره فغادي يشوف النتيجه، غادي ديروها وتعاودوها وديروها وتعاودوها فاكيد غادي تلقاو واحد النتيجه اللي زوينه بزاف. البنات جربوا 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 الوصفه راهي ساهله وزوينه، جربوها جربوها ما غاديش ندموا عليها، جربوا وردوا عليا البنات. هذه الوصفه كنقول لكم الصراحه اقسم بالله العلي العظيم اللي عندها التشققات اللي عندها الطبيع في رجليها اللي رجليها حرشين فهاد الوصفه غادي تنفعها ان شاء الله الرحمن الرحيم. جربوها وردوا عليا. فانا درتها كما كتشوفوا يعني راه كاين الفرق ما بين هذه وهذه، هذه يلا غادي نحكها وهذه راني حكيتها غير شويه، مازال انا ما عطيتها زعما شي وقت اللي بقيت كنحك فيها غير شويه، حيتها لبست ديك الميكا وخليتها غير واحد شويه نص ساعه وحيتها. فبالنسبه لكم نتوما يعني اللي جالسه مرتاحه هكا فغادي دير هذه الوصفه وتخليها تقريبا واحد الساعه ولا شنو هي لابسه الميكا ولا ساعه الا ربع ولا نص ساعه على الوقت اللي قدرات. ومني غادي تحيدي هذيك الميكا فغادي تحركيها ديري هكا بيديك غير بيديك ما غتحسي بداك الشيء الحروشيه وداك الشيء كامل كتحيد. جربوا البنات وردوا عليا الخبر، صراحه وصفه زوينه 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 بزاف. والبنات انا ملي كنجيب لكم هذه الوصفه راه كنكون مجرباها، راه ماشي كنجي ونحط لكم الوصفه، يعني الوصفه راه مجربه ما تخافوش منها نهائيا، ما عندها حتى شي اثار. وبالنسبه للناس اللي عندهم الحساسيه يعني غتزمت عليهم الميكا فقط يديروها، هي من الاحسن من الاحسن ديروا الميكا. فهذيك الميكا كتخلي لكم الرجلين كتجمعهم يعني كتسخن عليهم فكتعطي واحد النتيجه. بالنسبه للناس اللي عندهم حساسيه من الميكا فقط يدهنوا رجليهم ويخليهم، ولكن يستحسن انكم ديروا الميكا وغادي تشوفوا النتيجه البنات.
كنقول لكم نتمنى دائما نكون خفيفه على قلبكم، ونكون ان شاء الله الوصفات ديالي كيكونوا يفيدوكم، ونتمنى من الله يكون الوصفات ديالي كينالوا اعجابكم. وما تنسوش البنات بارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء ديالكم، وتوصلوا هذا الفيديو هذا لاكبر نسبه ديالي لايك. لي لايك البنات، لي لايك، لي لايك ما بغاش تخرج ليا. ما تنساوناش من لي لايك والتعاليق ديالكم الزوينه، وكنبغيكم وكنموت عليكم، ونتمنى دائما 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 الوصفات ديالي تجربوها. نتمنى دائما تجربوا الوصفات البنات، جربوا جربوا، ما غادي تخسروا والو، غير جربوا وردوا عليا. وصلت للنهايه ديال الفيديو، ولاو كيهربوا ليا الكلمات. وصلت للنهايه ديال الفيديو، كنقول لكم بالسلام عليكم، ونتمنى نكون خفيفه على قلبكم، والى فيديو قادم ان شاء الله الرحمن الرحيم، ووصفه جديده، والسلام عليكم.